كابتن احمد، وزي ما كنا بننوه في الفقره الاخيره اللي فاتت قلنا ان احنا هنتكلم معاك في ملفات كتيره جدا، بس اكيد هنبدا بطبعا القرارات الاخيره وكلمه كابتن محمود الخطيب اللي اعتقد لقت يعني رواج بشكل كبير جدا واستحسان بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، حتى الناس اللي مش اهلاويه بالمناسبه، الناس اللي بتفكر بالمنطق او بتستخدم المنطق في كلامها، اللي هم شايفين ان فعلا الاهلي اللي بيحصل له ده غير طبيعي، كانوا مبسوطين من القرارات الاخيره ومنها استكمال الدوري طبعا بالناشئين. فبدايه لو نبدا بالنقطه دي، هو يعني اللي هي شقين، يعني الشق الاول طبعا الكابتن الخطيب لما بيتكلم اكيد بيتسند لحاجات يعني هو حاطط ايده عليها بشكل واضح وصريح. الكابتن الخطيب قيمه كبيره جدا، اسطوره كبيره، اسطوره حقيقيه للكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام. بيلقى الكابتن الخطيب دعم كبير ومسانده كبيره من الجماهير المصريه على مستوى ان هو كان لاعب كبير، وعلى مستوى ان هو اداريا ناجح بشكل صحيح. كبير جدا. الشق الثاني استكمال الدوري بالناشئين، انا شايف انه الناشئين كان لازم ياخد فرصه. يعني انا يمكن كنت بتكلم قبل قرار الكابتن الخطيب، قلت يعني خلاص، يعني انا شايف ان بعد مباراه فاركو انا قلت خلاص، انا يعني قبل الكابتن الخطيب ما يتكلم انا كنت بتكلم مع حد بيتفرج على الماتش، قلت كفايه لعب اللعيبه الكبيره اللي موجوده ويشوف بقى قطاع الناشئين شويه، يطلع 2 3 4 5 من الناشئين يكونوا نواه كويسه للفرقه ويكونوا مساندين بشكل كويس للفرقه في ظروف زي دي، بالذات ان احنا عندنا تلاحم مباريات بشكل كبير جدا، اللعيبه بتجهد جهد كبير جدا والمنتج منهم بيقل بشكل كبير، عندنا لعيبه عندها اصابات كتير جدا نتيجه تلاحم المباريات. فلما يكون عندك لعيبه ناشئين بشكل جيد واخدين الثقه، عندهم خبرات، يعني بيشاركوا بشكل مش متباعد قوي، يعني بشكل قريب كل فتره بيكون لهم دور، اكيد بيكونوا اكثر جاهزيه. وانا شايف ان ده قرار جيد جدا.